السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الأعزاء في كل مكان، بنرحب بحضراتكم. وقعت نيرة أشرف فتاة المنصورة بتتكرر من جديد للمرة الثالثة على التوالي بعد نيرة أشرف وسلمى بهجت فتاة الشرقية، وقعة جديدة لفتاة جديدة في محافظة المنوفية. منذ ساعات فتاة اتقتلت على إيد شخص كان متقدم لها، وللأسف اترفض لأنه غير مؤهل نفسيا، وغير مؤهل أنه يفتح بيت ويصرف على بيت، وغير مؤهل كمان أنه شخص عنده مؤهل متوسط. البنت اللي رايح يتقدم لها معها مؤهل جامعي بتدرس في كلية التربية الرياضية، عندها 19 سنة، هو عنده 29 سنة. طبعا هو اسمه أحمد فتحي وهي اسمها أماني عبد الكريم الجزار، والاتنين للأسف من نفس القرية ومن نفس الشارع. يعني نقدر نقول ان الشخص ده بالنسبة لها ابن الجيران، بس مش ابن الجيران بتاع زمان المحترم اللي كان بيخاف على بنت الجيران، لا، للأسف ده ابن الجيران عديم التربية وعديم الضمير وعديم كل حاجة حلوة. لما تترفض فتروح تعمل كده ببنت لا حول لها ولا قوة، يبقى انت انسان فعلا ضعيف ومالكش اي لازمة في الحياة. وفعلا ان شاء الله اتمنى ان انت تتعدم مع محمد عادل واسلام اللي قتل سلمى فتاة الشرقية. وعاوز اقول لحضراتكم ان طول ما القتلة عايشين هيفضل دايما الناس او الشباب بيفكروا انه لو عمل كده في حبيبته او خطيبته اللي راح وتقدم لها وترفض، فاكر انه لو عمل كده فيها هيفلت من العدالة. فارجوكم لازم 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 سرعة انجاز العدالة وسرعة تنفيذ الاعدام على محمد عادل وعلى اسلام وعلى كل القتلة، ومن ضمنهم كمان المستشار ايمن حجاج اللي قتل المذيعة بدم بارد. طبعا الشاب ده اسمه احمد فتحي، عنده 29 سنة، الفتاة اسمها اماني عبد الكريم الجزار، عندها 19 سنة، بتدرس في كلية التربية الرياضية، والاتنين من نفس المنطقة ومن نفس المركز، مركز بركة السبع في محافظة المنوفية. يبقى كده لتالت مرة على التوالي بنفس الكوانيس بنفس السيناريو، نيرة أشرف، سلمى بهجت، ودلوقتي أماني الجزار. طبعا ربنا يرحمهم هم التلاتة. الشخص طبعا اللي عمل كده في أماني بعد ما عمل فيها كده هرب، ولسه ما تمش إلقاء القبض عليه. إن شاء الله أي جديد في الموضوع هنطلع ونبلغ حضراتكم، ولكن بطلب من حضراتكم إنكم تدعوا لها بالرحمة وإن ربنا يصبر أهلها، وبتمنى إنكم توعوا بناتكم وتوعوا يعني ولادكم. مش معنى إن أنت اترفضت يبقى دي نهاية الحياة، ومش معنى إن أنت اترفضت يبقى فيك حاجة مش كويسة. خليك كده واثق من نفسك، لو اترفضت يا سيدي سيبها وروح لواحدة غيرها، في بدل البنت مليون بنت. ولكن للأسف انت كده انسان عديم الضمير وعديم الإنسانية وعديم الدين وعديم التربية وعديم كل حاجة حلوة. اي جديد هنطلع ونبلغ حضراتكم. دي كل التفاصيل اللي كانت موجودة لحد اللحظة دي. كمان في البنت اللي هي اسمها أماني اللي اتقتلت كانت كتبت على صفحتها على الفيسبوك منشور كده، انا شخص كويس في عين نفسي، اما عينك فحط لها قطرة وسيبها فترة. ده كان اخر بوست كتبته على صفحتها على الفيسبوك. عاوز اقول لحضراتكم ان كل قريتها ومحافظة المنوفية بالكامل اتحولت لسرادق عزاء على السوشيال ميديا. ربنا يرحمها ويصبر كل اهلها. اتمنى من حضراتكم تضغطوا لايك وتشتركوا في القناة علشان دايما يوصل لكم كل جديد. شكرا ليكم، سلام.